Natalie Thompson. I know you've already been asked, but for the sake of the camera, are you sure you don't want legal representation? Young guy, Leo Newman, gets packed into a suitcase by a masked gang. Representation. I don't need it. I can tell you that you've been arrested on suspicion of conspiracy to abduct Leo Newman. We're being set up. Why us? I don't know why. What do we have in common? The truth. We're getting deeper in. There is still a chance that people may understand everything we've done until now. Yeah. Came at 17. Damn. السلام عليكم، معكم قناة سينما وبس. هتكلم النهاردة معكم عن مسلسل سسبيشن. المسلسل بطولة أوما سورمان وزورجينا كامبل وكونار نايار ومن إنتاج أبل تي في. المسلسل مكون من 8 حلقات ومراجعتنا النهاردة على أول حلقتين. قبل ما نبدأ بس ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك عشان نوصل ل50 لايك، وتعملوا اشتراك للقناة عشان نوصل ل1000 مشترك. يلا بينا. وبتبدأ أحداث المسلسل بظهور شاب في فندق وهو ماشي بيظهر شخصين من وراه بس لابسين قناع، وفجأة بيظهر اتنين كمان قدامه لابسين قناع وبياخدوه بيحطوه في شنطة وبيخطفوه وبتصورهم كاميرات الفندق، والفيديو بينتشر على النت والسوشيال ميديا والناس بتتكلم في الموضوع ده، وبتبتدي الشرطة بتقبض على 4 أشخاص، ومن هنا بيبتدي أحداث المسلسل. المسلسل حلو وممتع من ناحية القصة. القصة مش جديدة، من ناحية الغموض والخطف واللغز مش جديد، بس عارف يقدموا القصة بشكل حلو. الشرطة بتحاول تقبض على الناس، كل واحد فيهم في مكان مختلف. اللي بياكل مع أسرته وفجأة الشرطة بتقبض عليه، واللي بيدرس للطلاب وفجأة الشرطة بتقبض عليه، واللي خارج من فرح والبوليس فجأة بيقبض عليه، واللي كان في الطيارة واللي كان عارف ان الشرطة هتقبض عليه وهرب منهم، وده يعتبر الشخص الوحيد اللي فيه لغز في المسلسل. وهنشوف في ال6 حلقات الجاية ازاي هيعرفوا ويربطوا الاحداث الشخصيات ببعضها. المسلسل من ناحية التمثيل كان حلو، كل ممثل عارف يقدم دور كويس. المسلسل ممتع حلو ولغز، والمسلسل هيشدك جامد. المسلسل فيه عيوب زي ضعف منطقية الاحداث، وتقييم المسلسل هو 8 من 10. بس كده، وده كل اللي عندنا، وانتظرونا في المراجعات القادمة ان شاء الله. ولو عجبك المحتوى دوس لايك واعمل اشتراك وفعل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد.